سمار ايش طلع؟ شم ريحة أنا مش عارف. سمار ايش طلع عليك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعين قناة سمار وناسا. رجعنا لكم فيديو جديد. تحدي جديد. اليوم سات ما شاء الله سمار وناسا. اليوم التحدي عن العصير. بنشوف ايش رح يطلع العصير زاكي أو مش زاكي. أنا وأم سوار إن ممكن أسبوع أو أسبوعين مش طالعين بالفيديوهات فراجعين متحمسين أكيد للتحدي. طبعاً أكيد. تحدي اليوم هو تحدي تذوق العصائر. رح نشوف مين اللي بيطلع له أكثر مرة عصير طعمه حلو. ومنشوف طعمه حلو ومش زاكي وهو لازم يدوق ويعرف إيش هذا. نعم صحيح سوار. متحمسين. Let's go. طبعاً إحنا فريقين كالعادة أنا وسوار مع بعض. وماسا وام سوار مع بعض. حبيبتي سوار جاهز ان شاء الله اليوم بدنا نفوز سوار. لا احنا ما راح نفوز. يلا نعمل نفوز يا ماسا. طب يلا نعمل حجره ورقه مقص. يلا حجره ورقه مقص. عيد حجره ورقه مقص. انا فريقنا راح يبلش. انا نبلش. يس جايز احنا جبنا ستروبري. اوكي سوار هاي هاي لمين راح نعطيها؟ لماسا. لماسة حرام. خلينا نعطي الستروبري لماسة خليها تكيف وتنبسط ونعطي اللبن مع الجارليك مع الثوم لأم سوار. أوكي أوكي تعالي هون سوار. أنا أحط افتحي هون. افتحي. أنا راح أحط هاد العصير ستروبري. شوي شوي عشان الناس ما تسمعك. شوي شوي. هالكتير يلا حطي كمان هاي. أدو أنا التالي كمان. أوكي. كتير معها جارليك كتير. أوكي بابا حطيتها. كتير توم معها. حضر. الله يعينها على أم سوار. بابا طلع حطيتها. شكرا لك سوار. سوار خلاص خلينا ننادي عليهم شوي. يلا جاهزين إحنا جاهزين أنتو؟ يلا تعالوا. غمضوا. استنى استنى ماسا استنى شوي ماسا استنى بس العد للثلاث شو حطيتوا لنا؟ واحد ممكن يطلع لك اشي مش ذاكي يا ماسا استنى شوي. واحد اثنين نشوف مين بيطلع له مش ذاكي ثلاثة نشوف شو راح يطلع لكم. يلا ماسا ستوري صح. وات توم يلا جبته سمك عن جد. افتحي جايز احذروا شو جبت لهم. انا اشتريت لهم سمك سردين راح يشربوا ميته ويتفاجئوا. وهون كوفي وهون كوفي ستاربكس. يلا شوف انت بلوش بهذا. طيب اسمع مين نحط لمين نحط سوار هاي ولا هاي سوار؟ هاي سوار. لا اسمع خلينا نشرب هاي لسوار. اوكي وهاي لبابا. طيب هاي لسوار. طيب هاي طيب هاي حطي هاي افتحي هاي رح نخليهم يشربوا مية السمك. مية السمك او ماي جاد هاي ميتها شايفين؟ هنا نجمها نجمها. يلا خلينا نحط. مستعدي ماسا؟ خلينا نشوف ردة فعلهم. يلا تعالوا يلا تعالي. سوار متضايقة من ريحة اللي حطيناه. يلا بسم الله. يلا جربوا أشوف. كوفي هاي صح كوركت. سوار ايش طلع؟ شم ريحة أنا مش عارف. سوار ايش طلع؟ سمك؟ كيف سمك؟ شو سمك؟ جبت شو اسمه سردين. زيت زيت السمك؟ لا مية السردين اللي بتكون جوا العيد. يا ويلي سوار شو وضعك سوار؟ ايه كيف شربتيها هاي؟ شوفي شوفي سكريها جدا عطر. هاي بدي طعميها لماسة. شو رايك ماسة تاكليها؟ لا ما بدي. بتعملي مشاكل بشربك منها. كيف ريحتها؟ كثير. بطنك صار يوجعك؟ معدتك قلبات؟ طب شو رايك نعشيكي منها؟ تاكليها؟ إذا بتاكليها يا سوار شو بسوي لك؟
بدي اخذك على الالعاب تاكليها؟ لا والله مستحيل اخذها لهالدرجة مريحتها. جايز 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 حنعطي الفحص الليمون اخوي ما بتعرف. اوكي هلا في عندنا شوكليت وفي عندنا ليمون، المرة هاي راح نحط الليمون لباسها. اه لأنها بقى لأني هي فازت كثير هي بتحب اللون البينك. هي بتحب اللون البينك صح. اه راح احط لها البينك هون. جاهزين؟ استنوا شوي. لا بسم الله. زاكي مساء. ماسه كانت تعيط قبل شوي لانه طلع لها ليمون، ما بتحب يطلع لها شيء مش حلو. بحب شوكليت شوكليت. بتحب الشوكليت، بس داقت الليمون مره ثانيه حبته، شطورة ماسه. شوف كثير طيب الليمون، ليش بتعيطي مسوس؟ ها؟ هلا لانهم ضحكوا علينا بابا وسوار رح نضحك عليهم، اوكي؟ رح نحط لهم شيء مش حلو، شو رايك؟ سبايسي سبايسي لسوار. والله انك شطورة سبايسي، هاي فايف. يلا هاي رجعنا لكم ورحنا انا وماسا نجيب سبايسي لسوار 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 وكمان حليب بالتمر سبايسي وحليب. طب مين يحط له السبايسي؟ سبايسي. خلصنا جاهز يلا. متحمسي ماسا؟ ايه يلا بنرجع لكم هلا. يلا تعالوا. يلا بسم الله. يلا مع بعض بلشوا 1 2 3 الهوى. انا طلع لي عصير تمر. صح صح ماما صاحب غلط. ماسا مبسوطة انها عملتولي مقلب، حطيتي له ليمون فهيك عملت له بابا مقلب. مش قليلة ماسا. لا كثير هيك كثير كثير. شو سبايسي؟ شو وضعك؟ زعلان مني كمان. ماسا اللي اختارت على فكرة. اذا انت حطيت لي شو اسمه؟ ليمون. ليمون. انت الليمون بتحبيه انت؟ لا. كيف لا؟ ما انت هلا شربتي منه، صح ولا لا؟ ولا بتحبي الشوكليت أكثر؟ لا حطيت لك سبايسي عشان انت حليت اني حطيت لي ليمون اصلا عني. جاكي رهينة سوار ما سبش تغلها مظبوط. هلأ بدنا نرد لهم إياها. اسمعي أنا رح هل عشان ماسا زعلت من الليمون من عصير الليمون مع عصير الليمون هي بتحبه وزاكي كتير بدنا نجيب لها فيمتو. طب جايز هذا كتير طالع فقع ريحته. هذا الخل الخل كتير طعمه قوي كتير. هلأ رح نحطه لأم سوار ونشوف ردة فعلها. جاهز سوار؟ جاهز كتير. خلي كتير ريحته قوية. بليز بليز تفضلي عندي. بدنا نجيب زي ما حكينا لكم ماسة عند البلو وام سوار عند البينك. ريحة الخل كتير فلازم على السريع نجيبهم ويبلشوا في التحت. سوار رشة عطر عشان ما يطلع ريحة الخل. يلا جاهزين؟ تعالوا. ونقعد ماسا البلو ولا البينك. 1 2 3 كولا اربعة بتمشي كولا فهمت صح شطور فهمت زاكي فهمت ماسا حظك حلو وانا طلع لي خل. ما عندك مع الخل مامي انخنقت وانا اشرب فيه والله. حاب اهلي سوار وماسا اغنية. اوكي الله اكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك
من يشبهك يا ودادي انت بشر غير عادي بك الجمال العجيب رهيب والله رهيب. بصراحة أكثر واحد حسيته يعني كان وضعه صعب في الفيديو أم سوار لأنه طلع لها خل. أنا السبايسي يعني اتس أوكي طلع لي خل وطلع لي ثوم قال لي صح طلع لها يعني خل. أنا مرتين صح بس أصعب واحدة كانت الخل. إحنا اللي فزنا مين اللي فاز إحنا ولا هم؟ صنعي. وهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم. اعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك وسبسكرايب. باي.